الحسني، لو بتوصف للناس وتقول لهم العناصر او النقط اللي تفوق فيها كابتن طارق العشري على الكابتن ايمن الرمادي، تقول لهم ايه؟ كابتن طارق لعب على امكانياته، لعب على امكانياته اللي عرف النهارده يطلع بالنتيجه اللي هو عايزها في ملعبه، برغم ان هو في ملعبه وبرغم ان نادي الاتحاد كجماهيريه النهارده انت شايف ان مطالب اللي هو يكسب ويهاجم، انما كابتن طارق العشري النهارده لعب زي ما بقول لك على الطريقه اللي يقدر يكسب بيها، وده اللي حصل النهارده. الطريقه الدفاعيه مش دفاعيه بحته، لكن دفاعيه اللي هو قدر يطلع بثلاثة بونت. ليه؟ لانه عنده المقاومات اللي بدافع بشكل كويس وبفنش بشكل كويس. وده اللي احنا كلنا انت من ساعه ما بدات الاستوديو لحد دلوقتي بتشكر في فيرويد، انت بتبقى بتستنى من ربع فرصه بيحقق لك اللي انت عايزه. فده اللي كابتن طارق النهارده قدر اللي هو يشتغل عليه، هو ده الفرق، ان انت بتشتغل على عناصر عندك تقدر تكسب بيها، تقدر توصل لابعد حته من خلال اللعيبه اللي موجوده، زائد انت عندك كواليتي. يعني انا النهارده عجبني مورو في نص الملعب، لعيب صحيح كويس قوي، انت بتدافع بشكل كويس يا ابراهيم. يمكن الشوط الثاني انا شايف ان في تعب، يعني برضو بنعذر اللعيبه في بدايه الموسم، لكن الشوط الاولاني نموذج في الطريقه الدفاعيه والهجمه المرتده. الشوط الثاني طبيعي جدا مع التغييرات، سيراميكا طبعا يعني حاولوا اكتر من فرصه، حاولوا ان هم يرجعوا للمباراه، لكن الطريقه ولسؤالك الطريقه الدفاعيه المحترمه اللي لعب بيها كابتن طارق العشر هو ده النهارده النتيجه اللي طلع بيها نادي الاتحاد. عنده فيرويد زي ما انت قلت من ربع فرصه بيخلص، عنده لعيب في نص الملعب بيعتمد عليه في بناء الهجمه وفي الزياده العدديه، ده اللي بنتكلم فيه دايما، انك انت ما تكونش دورك بس دفاعي في نص الملعب، دورك الزياده العدديه، دورك الرؤيه للامام، لان انت بتدافع بشكل كويس، طب مين اللي هينقل بقى الكلام ده من ساعه ما تقطع الكوره؟ فانت النهارده بتتكلم على مورو سيلفيو من افضل اللعيبه، واعتقد ان هو افضل لعيب النهارده في المباراه، لكن انا مش عايز انكر دور الدفاع، دور دفاع الاتحاد النهارده بصراحه في ظل الظروف الشوط الثاني وفي ظل الضغط لعيبه سيراميكا اللي هم كانوا عايزين يحققوا التعادل، لكن شبانه النهارده عجبني. يمكن شبانه النهارده طلع كرة، هي انا في وجهه نظري لقطه المباراه، لقطه المباراه كانت هترجع لنادي سيراميكا، كانت ممكن سيراميكا يتعادل ويكسب، لان نادي الاتحاد اجهد الى حد ما من بعض من الوقت، لكن عايز احيي شبانه لان النقطه دي انا من وجهه نظري صعبه جدا 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 على اي مدافع يطلع بالشكل ده. انا عايز يعني نعيدها تاني، اللي هي الكره بتاعه جون ايبو طلعها برجله العكسيه، ودي لقطه والكره جايه عكسه، غير يعني ممكن يروح مدخلها في نفس الدكتور طيب بص اتجاهه، بص يا ابراهيم طبيعي بيروح كده، بص بقى لمس، بص الشمال دي صعبه جدا، صعبه جدا، انت مشغل عقلك اللي هي جايه اللمسه الشمال دي صعبه، لان انت اتجاهك كده وتعمل العكس صعبه جدا. صح. فانا بحييه، ولو كان حاول يعملها بيمينه كانت هتبقى ابطا، فكان ممكن يحطها. بص يا ابراهيم صعب قوي، انت بتبقى اتجاهك للكره الناحيه دي، صعب اللفه ديت، عشان كده انا بقول ان اللقطه دي لقطه الثلاث مباريات للاتحاد.